لو عاوز تحمي حسابك على تيك توك من الاختراق، اسمعني. مبدئيا ورقم واحد، خلي كلمة السر صعب ان هي تتخمن. يعني ايه؟ يعني تكون قوية. رقم اتنين، ما تدخلش على اي روابط مهما كان الشخص اللي بعت لك الرابط، لان ممكن الهاكر يخترق صديقك عشان خاطر انت تدخل على الرابط. ما تدخلش على اي روابط. رقم اربعة، فعل المصادقة الثنائية، بحيث لو الهاكر وصل لكلمة السر، هوب هيقف عند المصادقة، لازم رسالة من موبايلك أو بريدك عشان يكمل. حتى لو فتح الحساب وجاب كلمة السر، مش هيعرف يفتح الحساب إلا بالرسالة. بس كده تقدر تحمي حسابك، وصعب صعب صعب إن الهاكر يفتحه، أو الهاكر يحاول إن هو يفتحه، لأن بالنسبة له هيبقى الطريق صعب جدا. هفتح الحساب إزاي وهو على المصادقة؟ لا، ده وكمان كلمة السر قوية، فالموضوع بالنسبة له هيكون صعب جدا جدا. بس تتابعني عشان تشوف. لو عاوز تحمي حسابك على تيك توك من الاختراق